كل شخص يقول لا تبذل جهد، خلاص انت حاولت انتهى. اسمع، نسبة نجاح الحيوانات أثناء صيدها تختلف من بعضها البعض. الأسد على سبيل المثال ينجح فقط في ربع محاولاته، يعني 25% مقابل 75%. نص بيوض الأسماك تلتها من قبل أسماك أخرى وترجع سمكة ومن جديد تضع بيضها. نص مواليد الدببة تموت قبل أن تصل إلى مرحلة البلوغ وتأتي الأنثى من جديد تتزوج وتلد من جديد في العام اللي بعده. السلحفاة تبيض 1000 بيضة وينجو منها واحد فقط، وترجع بعد ذلك أيضا السلحفاة وتعيد الكرة. المعنى، هناك قانون نحن تجاهلناه ولكن مخلوقات الله سبحانه وتعالى على هذا الكوكب يعرفونه، وهو قانون الجهود المهدورة. المعنى فيه أنك لا تتوقف عن الاستمرارية في المحاولة. الإنسان للأسف يعتبر عدم نجاحه في بضع محاولات فشل، رغم أن الفشل الحقيقي والوحيد هو توقفنا عن الاستمرارية في المحاولة. ولنا في عالم الحيوان عبر استمرارية رغم كل التحديات. استمر. وصلت موازين حياة.